يوافق اليوم الثالث والعشرون من شهر اب الذكرى المئه لتاسيس العراق الحديث والمعاصر، ففي مثل هذا اليوم من عام 1921 تم تنصيب فيصل الاول ملكا للعراق. مجلس القضاء احتفى بهذه الذكرى واصدر بيانا قال فيه انه خلال هذا القرن المهم من تاريخ العراق والمنطقه والعالم، مر العراق ودولته المتعدده بكل اطيافها واتجاهاتها السياسيه، بكل ما كان يستدعي الامر من تاثير وتاثر في احداث واحداث رسمت السنوات المئه الاخيره في اذهان العراقيين والعالم، مبينا ان القضاء العراقي كان العمود الفقري لهذه الدوله، محاولا اصلاح الاخطاء البنيويه والسياسيه، ويكون عاملا وجاهدا لاجل الوصول الى مستوى عداله تليق بالعراق والعراقيين.